نقوم حاليا بزيارات ميدانية لعائلات الأيتام والمعوزين في مناطق نائية وحالتهم متضررة، وجبنا معنا طرود غذائية ولوازم طبية، كراسي متحركة. اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا، جميل أن يصبح أحدنا محسنا، والأجمل في ذلك أن نستمر في الإحسان، نهيب بكل إخواننا. توفى مراد ربي يرحمه، وكان الناس حقت له الحلم نتاعو أنه يواصل في عملية تضامنية لليتامى والمساكين والأرامل. هي قافلة طبية ومساعدة للمعوزين، هذه العائلة هي عائلة محتاجة وفيها مرضى معاقين ذوي احتياجات خاصة، وفيها حتى مرضى السرطان، كاين حتى أطفال صغار، كاين يعني من حيث التدفئة، من حيث الأكل، من حيث الشرب، من حيث الأفريشة. نعيش بالذراع، كيجي أختي واحد معايا، منين؟ الغلب طاحت بيا، ها هو اللي هزني. عايش وحدك هنا؟ وحدي هي.